هذه الشيلة من الأخ حمزة العزب، تحكي عن مرض ابنته ورحلتها العلاجية، وشكر وعرفان لكل من وقف جانبه. من كلمات محمد الذانبي، أداء الشاعرين من هيسام. بسم الله قال العزب يا رافع جميع الكرب، زيل الهم وزيل التعب، ارحم يا كريم حالتي، أدعوك وأحمدك وأشكرك وأترجاك وأتوسلك وأطلب رحمتك وأسألك تشفي يا كريم ابنتي، طالب منك العافية شافي بنتي الغالية، ليت من شافها أسألي يا ربي تجيب دعوتي، نبض القلب بنتي ليان روحي والحياة والحنان، دي لها بقلبي مكان بعيني وهي مهجتي. كم عانيت من أجلها وتحملت من صغرها، كنت أبكي إذا شفتها وأقول آه يا حسرة، وأقول آه يا حسرتي. كم عانيت من أجلها وتحملت من صغرها، كنت أبكي إذا شفتها وأقول آه يا حسرتي. كم عالجتها في اليمن ما هميت أي ثمن، لكن للأسف عندي مؤن ما عرفوا مرض ابنتي، ما خليت حتى طبيب جربت البعد والقريب، قالوا لي مرضها عجمي ليت وعطها صحتي، قمت في الحال خرجتها للخارج وشليتها داخل مصر عالجتها، عانيت في غربتي، قلت يمكن تلقى خراج واشوف للبنيه علاج، وتعكر علي المزاج الخارج وفي دولتي. بنتي يا ضياء العيون لجلش كل غالي يهون، افدش روح ابوش الحنون يا روحي ويا دنيتي، يا روحي ويا دنيتي. بنتي يا ضياء العيون لجلش كل غالي يهون، يفدش روح ابوش الحنون يا روحي ويا دنيتي. قالت والدموع تسكبي فانقلنا فخي يا ابي، قليته يكون جانبي ورزحي وهو قوتي، كنت اسهر على شانها واحن من حنين امها وترحم على حالها، ارحم يا بشر زوجتي. لكن ما قطعت الامل سرت الهند لقيت حل، داوين المرض والعلل حقق ربنا منيتي. الله انت كنت السند والعن في المرض والمدد، يا واحد أحد يا صمد كنت أدعوك في شدتي، كنت أدعوك في شدتي. الله أنت كنت السند والعن في المرض والمدد، يا واحد أحد يا صمد كنت أدعوك في شدتي. حمد لك على العافية شافت بنتي الغالية، كانت رحمتك كافية أنا خلصت في طاعتي، وأشكر من وقف جانبي وأول ناس أمي وأبي ومحمد وهندان أخي وعلي خاص وكل أخوتي، ومحمد علي أشكره وابن العم من ينكره، عمر ربنا يستره هم رزحي وهم عزوتي، ومحمد ناصر أكي يوصله بالمزني، كان وافي معي أوجاني في ضيقي وفي كربتي، واشكر من علينا سأل في وقت المرض واتصل، شكري للجميع بايصل أصحابي مع أسرتي، واختم بالصلاة والسلام في بدع القصد والختام، صلوا على النبي يا كرام يا من قد سمع قصتي.